بارت 2 بتاع تجربه حبس. هنا بقى هنعمل ايه؟ احنا هنا هنعوز ان احنا نسخن الميه ونحطها في الفتحه دي نقرا بالترمومتر عند مثلا الترمومتر يوصل لدرجه 80. لو وصل لدرجه 80 مثلا اقول خلاص انا عندي هنا جاي عامل علاقه بين ال N وبين ال T. طب تمام، هنا عندي ال T ب 80 درجه، اكتب ال N 80 درجه. عايز اجيب ال N، ال N هجيبها ازاي؟ نفس الطريقه الاولى بتاعتي. شوف هنا، ابص هنا هلاقي الدايره كده اهو، نص مظلم ونص مضيء، اظبطهم لغايه ما يبقى نص ونص. واجي هنا ابص عند ال عند ال عند السكيل اقرب، هلاقي 1.4. ابص مثلا اشوف السكيل التاني جه عندي ايه، مثلا هنا 5 6 7 8. هنا ديت 1.4 دي ثابته. ابص على الخط الكبير اشوف لو وقف مثلا عند الخمسه يبقى خلاص 1.4 5. وقف عند السته بقى 1.4 6. تمام، يبقى انا جبت كده، جبت الايه؟ الان كده 1.4 6. اجي استنى لغايه اما الترمومتر درجه الحراره تنزل من 80 ل 70. هاجي عند ال 70 اشوف الان، الان عندي بكام؟ ابص نفس الكلام اشوف مثلا 1.4 6 1.4 كذا، نفس النظام. من جاي ايه؟ كاتب مع الان مع التي. شوف الان والتي تطلع لي علاقه كده، ان مع التي تطلع لي هنا مثلا لمدة لليل. لو جبتها، لو هنا مثلا لو جبت لليلو هلاقي مثلا كده، لو جبت للفايلوت هلاقي كده، لو كده هجيب الحاجه واحده بس. كده خلصت معايا الجزء الثاني بالتجربه بتاعتي.